الحلقة 11 في شرح جزء عامة، الحلقة 2 في شرح سورة النازعات. ما معنى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى؟ معناها أن فرعون عندما أظهر موسى له العصا واليد صنع الآتي: 1 كذب الآيات، 2 عصى أمر فرعون بالإيمان والخوف من الله، 3 ثم أعرض عن موسى وانصرف وأعطاه ظهره، 4 ومضى يسعى ويحشر جنوده لحرب موسى، ثم نادى فقال في وسط الجموع أنا ربكم الأعلى. فأخذ ما معنى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي انتقم الله منه انتقاما جعله عبرة في الدنيا بالأمراض والغرق، وعبرة في الآخرة بعذاب النار. والنكال هو التعذيب لشخص ليمتنع غيره أن يسير في طريقه أو يغتر بقوته. طيب، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أي إن ما حدث لفرعون موعظة لمن يتعظ ويخاف عقاب الله. ده الوسيلة الأولى لزيادة الخوف في قلب المؤمن، اللي هي قصص العصا. الوسيلة الثانية أدلة البعث والنشور الثلاثة، يعني الثانية والثالثة والرابعة. أول دليل: أأنتم أشد خلقا، ده الدليل الأولاني، التنبيه على خلق الإنسان، فخلق الإنسان دليل على البعث والنشور. أأنتم أشد خلقا أم السماء، أم السماء بناها؟ ده خلق السماوات والأرض، يبقى عندنا 2، خلق الإنسان وخلق السماء والأرض. وفيها إشارة إلى تهديد هؤلاء المنكرين بأن الله قد عذب من هو أشد منهم قوة وأنهم لا يعجزونه. أأنتم أشد خلقا أم السماء، أم السماء بناها؟ رفع سمكها، سمكها يعني الثقل بتاعها كله، وما فيها من كواكب ومجرات، فسواها. ما معنى فسواها؟ أي جعلها مستوية سطحا واحدا ما فيها نتوء ولا انخفاض. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، أي أغطش ليلها أظلمه وجعل نهارها مضيئا مشرقا نيرا واضحا. كل دوت عشان يدل على أن خلق السماوات والأرض دليل على البعث، فالذي يفعل كل تلك المعجزات قادر أن يحيي الموتى ويحاسبهم. طيب، والأرض بعد ذلك دحاها، بعد ما رفع السماء وسمكها بسمكها وسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، راح للأرض وأخرج منها ماءها ومرعاها. ده الدحو بقى، يبقى الدحو هو إخراج الماء والمرعى. وما الأرض اتخلقت إمتى؟ الأرض اتخلقت قبل ما ربنا يستوي إلى السماء. خلق الأرض أولا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات، ثم رجع للأرض فدحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. ففي الأول خلق ما في الأرض جميعا، زي سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، يعني خلق كل شيء وجعل مكان النهر ومكان الجبل ومكان البحار ثم استوى إلى السماء، وبعد كده رجع للأرض دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. متاعا لكم ولأنعامكم، أي كل ما فات متاعا لكم ولأنعامكم. ده الدليل الثالث اللي هو إنبات النبات. طيب، يبقى كده الثلاث أدلة: خلق الإنسان، خلق السماوات والأرض، إنبات النبات. كده خلصنا 4 وسائل: قصص العصا وأدلة البعث الثالثة. الوسيلة الخامسة بقى مشهد الحساب: فإذا جاءت الطامة الكبرى، أي فإذا جاءت أحداث يوم القيامة، وسمي يوم القيامة بالطامة لأنه يطم على كل أمر هائل مفزع. الطامة اللي مليانة مصايب، الطامة اليوم اللي مليان مصايب،
يعني تطم على كل أمر هائل مفظع. طب ما معنى يوم يتذكر الإنسان ما سعى؟ في ذلك اليوم يتذكر الابن آدم جميع عمله خيره وشره. طب ما معنى وبرزت الجحيم لمن يرى؟ والإنسان واقف مستني الحساب لمدة 50,000 سنة، عيبص يلاقي النار تأتي لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك، وعمالة تبص له، يبقى متذكر معاصيه والنار عمالة تبص له. طيب ما معنى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا؟ أي فأما من طغى وتمرد وعتى وآثر الحياة الدنيا وفضلها على أمر ديني فإن الجحيم هي المأوى، فإن الجحيم هو مكان إوائه ومصيره. وأما ده بقى الهدف الثاني، هنبدأ في الهدف الثاني اللي هو إصلاح القلوب بالحب والرجاء، مشهد النعيم. وأما من خاف مقام ربه، يعني أما من خاف الوقوف والقيام بين يدي الله وسؤاله، وعاش يتجنب المحرمات ونهى النفس عن الهوى، أي وردها إلى طاعة الله وأبعدها عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى، فإن الجنة هي المأوى ومكان إوائه ومصيره. الهدف الثالث للصورة، والثلاث أهداف دول بيصلحوا القلب، إصلاح العقيدة. فيسألونك عن الساعة أيان مرساها، طبعا سؤالهم للنبي عن موعد الساعة دليل على خلل في العقيدة. لماذا؟ لأن النبي ما يعرفش، فهنا بنصلح لهم بقى العقيدة. فيما أنت من ذكراها، أي ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق، بل شأنك الإعداد لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل ماذا أعددت لها. فيما أنت يعني أين أنت من ذكراها، لأنها هذا أمر عظيم ليس للنبي ولا لغيره تدخل فيه. إلى ربك منتهاها، العلمها ومنتهى علمها يرجع إلى الله وحده. إنما أنت منذر من يغشاه، إنما أنت لك مهمة واحدة هي تخويف الناس منها وحض الخائفين. طب ليه خاص الخائفين؟ هو ربنا والنبي منذر من يغشاه بس؟ لا، هو الرسول منذر لكل الناس، ولكنه خاص الخائفين لأنهم الوحيدون الذين سينتفعون بالتذكرة. طب ما معنى كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها؟ أي إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر يستقصرون مدة الحياة. هم يقعدوا 50,000 سنة وهم أصلا كل واحد عاش 60-70 سنة، يحسوا الحياة دي ولا حاجة، حتى كأنها عندهم كانت عشية من يوم القيامة أو ضحا من يوم القيامة. عن ابن عباس: العشية ما بين الظهر إلى الغروب الشمس، وضحاها ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار. الحلقة القادمة هنبدأ في المستوى الثاني في سورة النزاعات. جزاكم الله خير.